اهلا بحضراتكم في المحترف، ويمكن اتكلمنا على ارقام واحصائيات، لكن تبقى قضيه المدير الفني. زي ما حضراتكم عارفين يمكن ظهور اكتر من رائع روبرتو مانشيني، يعني طبعا كانت نهايه ماساويه للمنتخب الالماني بقياده لوف. قضيه هل من الافضل بقاء فتره طويله للمدير الفني للمنتخبات زي لوف اللي قعد يمكن اكتر من 13 سنه، او مع فكره اخرى ان هو تجديد الدماء دايما في المنتخبات دي؟ القضيه اللي هنناقشها مع حضراتكم دلوقتي هنا في المحترف، لانها قضيه كمان ممكن نتكلم ونلمس بيها مع الكره المصريه. هل من الافضل على مستوى المنتخبات، على مستوى الانديه، ان يكون في فترات طويله للمدير الفني او للمدرب انه يشتغل مع الفرقه ويكون فرقه كبيره وبطولات، ولا يكون فتره 3-4 سنين هي الفتره يعني يكون يحصل فيها التارجت او الهدف من بقاء او خروج المدرب؟ ده اللي هنناقشه مع حضراتكم. عشان نناقشه كمان عندنا ضيف مميز جدا عبر سكايب، طبعا عندنا فيتال، طبعا ابرز لاعبي الكره البلجيكيه على مستوى التاريخ، يمكن شارك في نسختي كاس العالم 94 و98، ويمكن كمان في الفترة عمل مدرب للمنتخب البلجيكي في الفترة من 2012 ل 2016، تولى كمان القيادة الفنية لمنتخب الأردن في منتصف العام الحالي 2021. طبعا فيتال بنرحب بيك هنا على شاشة قناة النادي الأهلي، ومشرفنا ومنورنا. أهلا بكم. أود أأمل أن يكون حوار مفيد وجيد، وأن تكونوا جميعا بصحة جيدة. شكرا لكم. طبعا شكرا لتشريفك أو وجودك معنا في قناة النادي الأهلي. طبعا بداية من اليورو، طبعا تقييمك الفني بعد انتهاء هذه البطولة الكبيرة المميزة بفوز المنتخب الإيطالي بهذه البطولة، تقييمك لأداء البطولة كلية؟ أعتقد أن أستطيع أن أقول أن هذه البطولة كانت صعبة للغاية، كانت بطولة صعبة ولكن جيدة في نفس الوقت. لقد تابعت الفرق، الكثير من الفرق الجيدة، ولكن كما قلت من قبل إيطاليا كانت من الفرق المفضلة لدي. ولكن أيضا عندما نتابع الدنمارك بعد الحادث المؤسف لأريكسن، هذا الفريق كان قوي للغاية، ومن حيث التكتيك والخطط. وأستطيع أيضا أقول عن إيطاليا، عندما أرى إيطاليا تلعب وتغني النشيد الوطني والروح القوية لدى اللاعبين ولدى الفريق، جميع كافة الفريق كانوا يلعبون كشخص واحد، وهم فريق كبير للغاية. وهناك فرق أخرى كانت مخيبة للأمال، ولكن لم تكن هناك فرق كبيرة. كنت يعني أسبانيا كانت بالنسبة لي مخيبة للأمال، كانت لديها فرص كثيرة ولكن لم يكن لها هدافين، وهذه كانت مشكلتهم ربما. وعندما أنظر إلى بلجيكا أيضا خيبوا أمالي وخيبوا التوقعات، لأنهم كانت هناك يعني هجمات كثيرة ربما أكثر من اللعب بشكل أفضل. ولسه السؤال لي على المنتخب البلجيكي، وقلت لسه نفس السؤال، رغم كثير من الخبراء قالوا أن هذا الجيل من المنتخب البلجيكي هو الجيل الأكثر قوة والقادر على حصد البطولات، في وجهة نظره الفنية لماذا فشل المنتخب البلجيكي للوصول للمباراة النهائية وحصد اليورو 2020؟ أنا أعرف هذا الفريق جيد جدا، وعملت معهم لفترات طويلة كمساعد مدرب، وأعرفهم جيدا، ويعني خضنا معارك كثيرة سويا، وقاموا ببطولات كثيرة جيدة على سبيل المثال في روسيا، وكنت أتوقع أنهم سيصلون إلى النهائي. ولكن أعتقد أن اللاعبين والمدرب لا يؤمنون بنفسهم ولا يعتقدون أنهم فريق كبير، يفتقدون الثقة ربما.
وهذا ما جعلهم يتأخرون، فهم يلعبون بهجمات مرتدة بطريقة أكثر، وهذا ما كان مخيب للأمال. وهذه هي كرة القدم في النهاية، هناك فرق تعرف كيف تلعب ضد بلجيكا، وبلجيكا عليها أن تعرف كيف تلعب ضد فرق أخرى، وهناك فرق كانت أقوى للأسف من بلجيكا مثل إيطاليا. إيطاليا ذكية للغاية، لديها عقلية كبيرة، تحارب من أجل الوصول إلى اللقب، وأستطيع أن أقول أنهم يستحقون أن يفوزوا بالبطولة. في نفس الجزئية، هل هو مش شايف، لأنه كرر الجملة كذا مرة، اتكلم على الروح القتالية للمنتخب الإيطالي، هل كان هذه الروح وهذا الإصرار على الفوز بالبطولة كان غائب عن المنتخب البلجيكي مما أثر عليه؟ طبعا أكيد بالسلب يعني. ليس فقط الروح، ولكن هي إيطاليا. إيطاليا هي كذلك، هم يغنون ويصرخون قبل المباراة، والروح لديهم عالية ومرتفعة، وهناك مثل النار في دمائهم، ويعرفون كيف يسيطرون على أرض الملعب، ولكن أيضا لديهم التكتيك، يعرفون كيف يضعون الخطط. إيطاليا كانت ليست جيدة في البداية، وكانت هناك بعض المشاكل ربما أمام إنجلترا، ولكن لوهلة استطاعوا أن يغيروا من هذه الخطط، يغيروا من خططهم، واستطاعوا أيضا أن يسيطروا على الكرة بصورة كبيرة، وأن يغنوا وينشدوا ويصرخون حتى يرفعوا من الروح المعنوية للفريق. طبعاً ورأينا كيف تقدمت إيطاليا، وهذا ما جعل الأمور تختلف ربما في 45 دقيقة في بداية المباراة مع إنجلترا على سبيل المثال كما رأينا. طيب أكيد لو اتكلمنا عن الروح القتالية للعيبة، لكن كمان لازم نتوقف على دور المدربين. دور المدربين مارتينيز، بنتكلم على روبرتو مانشيني، عايز أخد رأيه يمكن في القضية اللي بنناقشها النهاردة في المحترف، قضية المدير الفني للمنتخبات، هل من الأفضل بقائه لفترات طويلة أو يكون عنده لونج بلان تيرم على مستوى المنتخبات، زي ما شفنا يمكن لوف على مستوى المنتخب الألماني قعد أكثر من 13 سنة، ولا هو مع الفترات المحددة فترات قصيرة وخاصة على مستوى المنتخبات؟ نعم، هذا يعتمد على المدرب. عندما تنظر إلى المدرب لديه خبرة كبيرة وترى، وهذا هو ما أحبه كثيرا، فهو لاعب كبير للغاية، وهو مدرب كبير ومشهور للغاية، ولكن أحيانا ربما عندما يتحدث مع اللعيبة لا يتحدث كمدرب، ولكن يتحدث كصديق، كلاعب معهم، يفكر كلاعب، ما الذي يمكن أن أفعل عندما يتحدث معي اللاعب بهذه الطريقة، وهذا ما أحبه كثيرا. وأيضا في الشوط الأول أو في النصف الأول من الضربات كان يذهب الجميع وكل كان يستمع إليه، وكان يركز مع ما يقوله ومع تعليماته، وهذا يظهر الاحترام الذي يبديه اللاعبين للمدرب، وهو شيء عظيم أن نرى مجموعة من النجوم ومجموعة من أعضاء الفريق، ونرى الروح القتالية، وهو ما جعل إيطاليا قوية. صحيح، يمكن برضو السؤال الأبرز وأطرحه مرة تانية بشكل مختلف، لوف على مستوى المنتخب الألماني قعد أكثر من 13 أو 14 سنة في تولي القيادة الفنية للمنتخب الألماني رغم الإخفاق في يمكن كأس العالم الماضية، هل هو شايف على مستوى الكرة البلجيكية استمرار مارتينيز على رأس القائمة الفنية للمنتخب البلجيكي لفترات طويلة، أم حان الوقت دلوقتي لتغيير شكل الإدارة الفنية للمنتخب البلجيكي؟
لا لا أستطيع أن أقول هذا. ألمانيا الوضع مختلف، ربما استمر لفترات طويلة، ولكن أستطيع أيضا أن أقول أن لوف أحيانا كان يكون جيد وأحيانا يخفق، هي تعتمد على المباريات. أستطيع أن أقول أن بالنسبة لمارتينيز لديه سيطرة على اللاعبين، سيطرة كبيرة، وهي للأسف النتيجة لم تكن كبيرة في هذه البطولة. كنا نتوقع تكتيكات وخطط ربما أفضل، ولكن لم يكن هذا موجود في هذه البطولة. كانت هناك أيضا إصابات كثيرة، بعض اللاعبين عادوا من إصابات، وكل هذا أثر على الفريق بشكل عام. أكيد النتائج وبتأثر بشكل أكيد، إذا كانت نتائج إيجابية أكيد على المستوى الإيجابي بالنسبة للمدير الفني، ولكن على مستوى النتائج السيئة على مستوى على سبيل المثال ديشامب، طبعا المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ويمكن كانت فرنسا المرشحة الأولى للفوز بهذه البطولة. هل وجهة نظرك الفنية، هل ديشامب يستمر مع الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا، أو من الوقت حان الوقت دلوقتي لضخ دماء جديدة على المستوى الإداري الفني للمنتخب الفرنسي؟ يجب عليك أن تنظر إلى فرنسا، فهي أيضا أو فرنسا أيضا فريق كبير وقوي، ولكن هذه المباريات التي خسروا فيها، ولكن فرنسا بالفعل كانت مخيبة للأمال في هذه البطولة، لأن المدافعين كانوا ضعفاء للغاية، كانوا يقعون في أخطاء كبيرة للغاية في خطوط الدفاع، وتستطيع أن ترى الإخفاقات والنتائج 2-0 2-2 2-3، وهذا ليس من الطبيعي فيما يتعلق بلاعبين مثل فرنسا وفريق كبير. وبالنسبة لي فليس علي أن أستطيع أن أقول من يستمر، ولكن اللاعبين هم من يحرزون في النهاية، والمدرب يعرف وفقا للاعبين ووفقا لخططه أن يتقدموا ويقدمون ما لديهم، وهو من يستطيع أن يقول ما الذي يمكن أن نفعله، ولكن يمكن أن يفكر في تغييرات ويعود مرة أخرى أن يغير من رأيه في التغييرات. والمدرب ربما اللاعبين ينقصهم الخبرة ربما. صحيح. طبعا اخيرا يبقى المدرب والمدير الفني، طبعا هو يعني زي ما بنقول على حسب النتائج ايجابيه او سلبيه، دي القضيه اللي بنناقشها النهارده في حلقتنا. بنشكرك بتال كوتش بتال، بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله حظ اوفر للمنتخب البلجيكي في كاس العالم القادمه. شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في قناه النادي الاهلي. نعم أشكركم، شكرا جزيلا لاستضافتي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هنروح فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا قضية هل المدير الفني للمنتخبات أو الأندية من الأفضل بقائه لفترات طويلة أو قصيرة، نعرف ده مع ضيفنا طبعا محمد الباز بعد الفاصل.